هي همم لا تنام وعزائم لا تنثني، خصوصا إذا حلت المكاره وتوالت الخطوب وحامت حول الحمى كما يحوم النسر الكاسر حول الفريسة. فيومئذ لا تجد إلا رجالا صامدين واقفين في وجه الشدائد والملمات، مستعدين لمسايرة النائبات بالإيمان التام والحكمة البالغة وفقه النوازل. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الغراء يفتقد البدر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بجاية على غرار سائر مديريات الجمهورية وبتعليمات من السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ساهرة مع المجتمع الجزائري لأجل تقديم هذه الإضافة المميزة لهذا القطاع، وهذه حوصلة لكثير من نشاطاتها خلال الخمسة أشهر السابقة في مسألة التحسيس في مكافحة انتشار وباء كوفيد-19، وفي العمل التضامني الذي يسهر عليه مجلس سبل الخيرات، وفي النشاط العلمي المواكب لهذه المرحلة والذي يسهر عليه أئمتنا في المساجد، إضافة إلى جهد بالغ من المجلس العلمي التابع لمؤسسة المسجد في هذه المديرية، وإضافة إلى إحياء المناسبات الدينية والمناسبات الوطنية في ظل هذا الظرف المميز والاستثنائي، والذي طبعا لم يثنينا عزما على تقديم كل ما هو بمتاحنا أن نقدمه لهذا المجتمع. أدعوكم إلى متابعة هذه الومضة التي تلخص هذا العمل خلال هذا الروبورتاج الذي أعددناه لكم. تعتبر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بجاية عضوا بارزا في خلية الأزمة الولائية المشكلة لتسيير عملية التصدي لوباء كوفيد-19، ولقد ساهمت مع خلية الإعلام الولائية في تحرير وإعداد كل برامج التحسيس المعدة بهذا الصدد، وساهم أئمة القطاع بشكل بارز في النداءات المتكررة لهذا الغرض. مثلا ديرا صغر إخري لن يعني ذث مثلا النغ يوكني أذ فهمن ثالوف نبع شيء الكورونا كوفيد-19. ثوالا ما طانك دين الفان لهلك يمقارن كورونا فيروس ذلالك قلن يعر ذلالك قلن إقوين أشحال نروحن العباد قلمون دونتي أن نجوغي منا ونحافظ هزمة الوشولنا يأكل والدينا إن من وطن أيدي ظهرنا كم سنة يوم يقار كورونا فيروس أيد مثلا الهلاك وسعال الدواء دواء أيد مثلا بالمحاذرة خذوا حذركم الوقاية خير من العلاج. أتقيم ذيما المحاذرة تاين أي إذا زول لك المرحلة يجسين تعيش. والسلام عليكم ورحمة الله. قامت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بوضع مدرستين قرآنيتين في دائرة خراطة تحت تصرف مديرية الصحة لإيواء الطواقم الطبية بسعة 200 سرير، مع توفير الأطعمة منذ نهاية شهر مارس ليومنا هذا بمعدل 100 وجبة يومية. وقامت بتعليق الملصقات في المساجد والشوارع والأماكن العامة، كما تم إلقاء 65 مداخلة في إذاعة الصمام الجهوية وأكثر من 120 درس تحسيسي عبر صفحات التواصل الاجتماعي بما فيها صفحات المديرية، كما خصصت حصص ندوة الجمعة في إذاعة الصمام لهذا الغرض. وجندت جميع مساجد الولاية لإلقاء دروس وكلمات تحسيسية لمدة 7 دقائق
قبل كل آذان عبر مكبرات الصوت، كما أعدت المديرية بالمناسبة ومضة تحسيسية حول الحجر الصحي المنزلي شارك فيها ثلة من المشايخ والأطباء. أتصح ذي ضرد في ترويحتيك ثوشولتيك فثمثنيك فثمورتيك سومتا. أقعد في دارك تحمي نفسك أهلك وحبابك وتحمي الآخرين. قيمك وخمنون اللي طلع مرضنا. قيمك وخاميك حذري مانيك حرز الراويك ذي مولانيك هني ثمدينتيك أزنيقيك نغث الدرسيك قيم ذكو خاميك. أيك مثلا في استماثين أي رقزنا في لوين أي غاش في قشيشين قيم ذكو خاملوان أدي غزيك العمرانوان. مثلا في استماثين يوذن ربي سبحانه وتعالى قيم ذكو خاملوان وهذا يغزي في العمر نوان وتفروش الدنر نوغان شاء الله خير بكني الله وهذا يفقر بيثا مورثنا وهذا يجوش قر بيثا مورثنا وكل يفقر بالخير إن شاء الله تعالى. تقو خام النون التربح متزمرة النون تزمرة الغاشي مرة. قيمة تقو خام النون حرز الثمان نوان حرز المويرنين غستي شيفو بوني سوان دو فومام بدي صادق ستي سيف ستي هاو مقيمو سقخام نون سيو ستصفر مزرغ بلي وعر مي سي فوزابل الكوراج وذي عدي ان شاء الله طالو ثقمان نون يخي باسكو عزيزي تفلانا حذر وثمان نون سلام. ايه مش طاحي غشي مش طاحي شاسنتينير سنينير رحلاني من سن نزي معليش اطلحنا المالجنة خاطئة اطلحونا معنا اللي فيك قبل لكن اللي فيك قبل وطبيب عطيك بالصحة تقول الغاشي يعني اللي ويهد يتفغن وطانا رر يعني مي نشوف فيها تنسيون لك يا قيد قفغ الروبيتال الجير الحمد لله حس غير مانيو كتري بيان الحمد لله مي أثقي ما يخامي وتفغن. غي وربي ذوريه للوقام غي وربي ذوريه للصلاح غي وربي ذوريه للدين يا ربي ذوري ذن الطعام أنا ذو تسيد يا ربي غي موضى لك الملال أني صحلو ربي أني شفو ربي. قامت المديرية بالتعاون مع مؤسسات التعقيم والجمعيات والسلطات المحلية بتعقيم جميع مساجد الولاية مرتين وتوزيع أكثر من 30,000 قناع واقي على المواطنين و200 قناع طبي بلاستيكي و500 قارورة تطهير و2000 لباس واقي للطواقم الطبية و100 علبة تعقيم و415 من أغطية الأسرة الطبية وذلك بالتنسيق بين مجلس سبل الخيرات مع جمعية التعاون على البر والتقوى وجمعيات أخرى. قامت المديرية في شهر جوان الفارط بفتح مقر مجلس سبل الخيرات الجديد الكائن بالطابق الأرضي لمسجد عبد الحميد بن باديس وسط المدينة عاصمة الولاية لاستقبال المساعدات والتبرعات ورصد العائلات المعوزة واستقبال ملفاتهم بحيث تقدم استشارات نفسية وقانونية مع إخصائيين وفحوصات طبية بالاستعانة بأطباء نفسيين ومحامين وأطباء طب عام ومختصين وتقديم الدواء مجانا للمحتاجين خاصة من فئة غير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. إذن مجلس سبل الخيرات تابع لمؤسسة المسجد بدورة تابعة لمدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بجاية ساهر بكل أعضائه والمتعاونين معه من أرباب الخير وفئات مختلفة من هذا المجتمع الكريم أكرمه الله بهذا الخير الذي يتعاون فيه معنا. هو ساهر لإغاثة الملهوفين في هذه الفترة الصعبة. قام مجلس سبل الخيرات طيلة هذه الفترة
بتوزيع أكثر من 9500 قفة على العائلات المعوزة، و9000 كيس من السميد، و1050 حصة من اللحم بمقدار 2 كيلوغرام للحصة، و3000 كيس من الفرينة. يعني وقد قام مجلس سبل الخيرات لولاية بجاية بعدة نشاطات مختلفة ومتعددة، نذكر منها توزيع حوالي 9000 طرد غذائي على المحتاجين والمعوزين، أقنعة واقية تعد بالآلاف، أقنعة طبية تعد أيضا بالمئات، ألبسة واقية وزعت على الطواقم الطبية أكثر من 2000، تعقيم مساجد الولاية، يعني تقريبا كل مساجد الولاية يعني ساهم فيه مجلس سبل الخيرات في تعقيمها، خدمات طبية قدمت للمحتاجين والمعوزين، تبرع بالدم في مختلف الأحياء مدينة بجاية أو ولاية بجاية، كانت حملات تبرع بالدم، وقدمت مصاحف للمتبرعين كهدية وتشجيعهم على هذه الشجاعة من طرفهم، حيث يعني خرجوا من بيوتهم في هذه الفترة وتقدموا إلينا، حيث يعني تبرعوا بدمائهم لخدمة يعني لتوصل لهؤلاء المرضى في مستشفياتنا. كما لمسنا من المجتمع تجاوبا من أهل الخير، حيث ساهموا معنا يعني بكل كرم كرمهم الله، رجيا من الله عز وجل أن تتواصل ولا تنقطع، والخير لا ينقطع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي إطار مؤازرة الجيش الأبيض من القطاع الصحي في هذه الجائحة، تم توزيع 3000 وجبة غذائية جاهزة للأطقم الطبية في المستشفيات. أقل هذا يكون دي ريستوراتر دي الوجب لنا باش نعاون الطبيين يوم أدخل من الخدمة سنك نقو هذا هو دينا تشمبيا بل يوكنا أتزمر نتكن بيزي فور جلو مرسي مرة دريان الجيت بيا دريان الجيري برا على كل حال مي بوكو إليس دريان الجيت. كما تم توزيع 500 مصحف على الأطقم الطبية الصحية والحماية المدنية وغيرهم ممن يعملون على مكافحة تفشي فيروس كورونا، و150 مصحف لفائدة المرضى في المستشفيات، و100 مصحف تم توزيعها على من هم في الحجر الصحي بالفنادق، وتوزيع 300 مصحف على المتبرعين بالدم. قام المجلس العلمي بتجنيد أعضائه لإلقاء دروس ومداخلات مباشرة ومسجلة وكتابة مقالات في مواضيع مختلفة عبر صفحة المجلس وصفحاتهم الخاصة التي تزيد عن 50 صفحة. إضافة إلى الإجابة على استفسارات المواطنين بواسطة لجنة الفتوى على مستواه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قام المجلس العلمي التابع لمديرية شؤون دينية والأوقاف لولاية بجاية خلال هذا السداس ومع ظاهرة الوباء الذي أصاب البشرية برمتها وباء كورونا عافانا الله جميعا منه، قام بجملة من الأنشطة شارك فيها وأسهم فيها أعضاؤه وأفراده الناشطين والفاعلين، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات ومجموعة من الدروس التوعوية والتوجيهية والتحسيسية، سواء من خلال تلك الأنشطة التي قدمت عبر أثير الإذاعة المحلية إذاعة الصمام، أو من خلال بعض الأنشطة التي قدمت عبر صفحة المجلس العلمي التابع للمديرية، سواء عن طريق البث المباشر أو البث المسجل.
وأيضا من خلال مجموعة من الأجوبة والردود على الاستفسارات وعلى الفتاوى التي ترد إلى لجنة الفتوى الموجودة ضمن لجان المجلس العلمي. كما كان لأعضاء المجلس العلمي إسهام كبير خاصة مع شهر رمضان الفضيل، وذلك من خلال بث مجموعة من المحاضرات ومجموعة من الدروس التي تشرح أحكام الصيام وتشير إلى أهم المعاني التربوية والمعاني الاجتماعية والمعاني التعبدية والإخلاقية لفريضة الصيام. فضلاً عن ذلك كانت هناك إسهامات متميزة أيضاً لأعضاء المجلس العلمي فيما يتعلق بشرح أحكام صلاة العيد، وذلك من خلال بث فيديوهات عملية تشرح طريقة الصلاة وتشرح أهم المقاصد وأهم المعاني المتعلقة بهذه المناسبة الدينية العظيمة. هذا، ونتمنى إن شاء الله أن تكون لدينا إسهامات أخرى تتناسب وتتزامن مع الحالة التي يعيشها وطننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله. في إحياء ذكرى مجازر 8 ماي عام 1945 قامت المديرية ببث مباشر من موقع الحدث التاريخي في خراطة في شعبة الآخرة، أين كان يرمى بالآلاف من الجزائريين من مكان شاهق خلال هذه الأحداث. ببدء إخواني أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكلك لك أقلين دام الذكرى عني عندي فترات مزازير 8 ماي 45، لذي أن نحيد الذكرى 75 لمزازير 8 ماي 45، ونحن نحيي الذكرى 75 لمجازر 8 ماي 45. رغم حالة الحجر الصحي، ولكن لا يتناسب أن مناسبات بهذا الحجم تمر يعني في صمت مطبق مطلق، فلذلك كان ولا بد ووفاء من الحد الأدنى للوفاء لقوافل هؤلاء الشهداء أن نحيي ذكراهم وأن نزور مقامهم وأن ننبه الأجيال المتعاقبة حول الرسالة التي ينبغي الحفاظ عليها. وتم إحياء ذكرى عيد الاستقلال والشباب 5 من جويلية عام 1962 بدروس عبر مساجد الولاية، وخصصت حصص إذاعية للمختصين في هذا الإطار. وفي خضم هذه التحديات، لا تزال المديرية تواصل نشاطاتها لمسايرة هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد، والذي يستوجب التعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات وكافة المصالح إلى أن يأتي الفرج القريب. بجاية بالصمام تحفظ عهدنا، والناصرية العصماء فيها الخرائد.